جوني على الخاص ادعي الفريق الفلاني ادعي الفريق العلاني، والله ما دريت عن مباراة الا منكم انتم، واللي بيجي يقول ادعي الفريق الفلاني بدي عليه ينهزم. بس احب انوه على نقطة، ان بعض بناتنا يلبس اللبس الاندية، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المرأة تلبس لباس الرجل، انتبهي. كانت محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر عشان تيشيت عشان طقم، انتبهي انتبهي، حتى لو ما كانت نيتك، لكن اذا شابه الحال الحال وقع التشبه. شباب احيانا يلبسون لبس الاندية، اندية الكفار وبعضهم عليها صلبان، شوفهم وسامي لعيبة كفار، وين العزة بالدين؟ ولد يصلي وعليه فينيلة روني وعليه فينيلة طوني وماني عارف ايش، قبح الله ذيك الاسامي اعداء الدين. يا ولد وين العزة؟ اللي يحبك صادق ها ويخاف عليك ينصحك، ايه خايف عليك من غضب الله، اما اللي يسلك لك ويجاملك ويدعنك هذا عنده سالفة. الحين اللي يفوز الله يوفقه، واللي خسر الله يوفقه، والله يجعلهم يخدمون دين الاسلام، هذا اهم شيء. ولا الكرة والله ما لنا طالعين فيها شيء، بيضة الشيطان. في ناس الحين قد قالت لهم قم سو كذا، ولا ابوه شباب ولا بنات، يما اخر الدقائق يما ذا الهجمه سحب فيها. والجنه الوالد من ابواب الجنه، والام الزم قدمها فثم الجنه. زين اهم شيء امك وابوك اهم من والديك.